نحن حقيقة ندعو قواتنا المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة والمناطق الأخرى دائما أن يتخذوا الحيطة والحذر ولا تصيبهم حالة الركود، وأن يأمنوا بعدم وجود أي شيء، لأن تعرفون عصابات داعش تتحرك بمجاميع هنا وهناك، وهي على الرغم من أنه قلت نشاطاتها وتقريبا شبه تلاشت في الأيام الأخيرة، ولكن هم يحاولون دائما الظهور ليثبتوا إعلاميا أنهم لا زالوا موجودين. اثنين، على الساسة العراقيين أن يتوافقوا سياسيا في تلك المحافظة، لأن الفراغ السياسي أيضا يولد فراغ أمني وتقاعس، ولذلك يحاول تلك هؤلاء الإرهابيين بمجاميعهم الصغيرة استغلال تلك المواقف. نعم. طيب، الاشتباكات مستمرة وهنالك خسائر من الأجهزة الأمنية، كيف يمكن الحد من خسائر الأمن في هكذا عمليات واسعة سيد غني؟ نعم سيدتي، نتيجة لوعورة المنطقة والأحراش وكثافة الأشجار تصعب الرؤية المباشرة لهؤلاء الإرهابيين الذين يختبؤون بين الأحراش والأشجار، ولديهم أسلحة خفيفة وقناص. أكيد هم يرون بعض القوات العراقية، وأعتقد أن تلك القوات قد تكون تصعب عليهم الرؤية، فلذلك على القوات المسلحة اتخاذ الحيطة والحذر حتى في حالة تقدمهم لتمشيط تلك المنطقة وخلال المداهمات إلى المنازل العشوائية.